بسم الله الرحمن الرحيم. النوع اللي بعديه من الفاير وول كونتكست بيس اكسس كنترول او السي باك، وده برضو على فكره يعتبر نوع من انواع الفاير وول اللي هو خلاص ليجاسي زي ما اتفقنا. كل يوم والتاني التطور سريع جدا جدا فوق ما تتخيل في السكيورتي. قبل ما نشرح بقى السي باك، الاول في عندي انواع من الفاير وول، سواء ان انا احول الراوتر بتاع سيسكو الفاير وول ديفايس، او سواء ان انا اشتري اساسا فاير وول ديفايس. اللي هم ايه؟ اول واحد باكت فلتر، وده بنسميه ستيتلس فاير وول. فكرته ان هو كبير وبيبص على النتورك لاير والترانسبورت لاير. ايه اللي موجود على الترانسبورت لاير؟ البورت نمبر. يعني كبيره هيبدا يتشيك على كل باكت، على باكت انت رايحه فين، رايحه على بورت كام، ديستنيشن بورت كام. مشاكله كتير. ابسط حاجه، انا سمحت مثلا للترافيك يعدي من هنا من اللين مثلا للوين، تمام، لكن وهو راجع انا عامله ديناي هنا، فهيبلوك الداتا. تمام. ده النوع الاولاني اللي هو مين؟ الستيتلس. تمام. او اللي احنا بنسميه باكت فلتر. تمام. الجيل اللي بعديه كان ستيتفول فاير وول. ايه الستيتفول فاير وول ده بقى؟ قال لك لا، ده مور سمارت، اذكى، بمعنى ان الراوتر زي ما قلنا كده بيكرييت ستيت تيبل، بيبقى عنده ستيت تيبل، يبدا اساسا يشوف الترافيك ده انيشيتد فعلا فروم انسايد ولا لا، بحيث ان الديستنيشن وهو بيرد الترافيك ده ليه قيمه جوه الستيت تيبل، يبقى ده معناه ان الترافيك انيشيتد فروم انسايد، يبقى فعلا هعديه لجوه، هعديه لللاند بتاعتي. تمام. ده النوع اللي هو مين؟ الستيت، يعني معنى كده ان هو بيبص على السيشن لاير، بيفهم لغايه مين؟ السيشن لاير، يشوف اساسا ليها السيشن موجوده عندي ولا لا، انيشيتد فروم انسايد ولا لا. تمام. بعد كده قاموا عاملين ابلكيشن جيت واي. ايه الابلكيشن بقى لاير ده؟ ده فاير وول بيفهم لغايه الابلكيشن لاير. فاير وول بيفهم لغايه ايه؟ يعني بمعنى ايه؟ انه بيعمل انسبكشن لكل باكت. بمعنى افرض دلوقتي مثلا ان انا عندي هنا، انا مثلا منع البورت نمبر بتاع التورنت، افترض ان بورت نمبر بتاع التورنت كانت مثلا على بورت 3000. تمام. بغض النظر على ان التورنت اساسا بيبقى شغال دايناميك بورتس، كل ابلكيشن ليه البورت بتاعه. انا افترض ان انا ايه، قافله البورت ده، قام جاي اليوزر اللي جوه في اللاب بتاعتي، الموظف اللي عندي في الشركه، عايز يعمل داونلود بالتورنت، بس انا قافله بورت التورنت، يعمل ايه؟ ببرامج هيكنج هينكبسيليت الباكت بتاعه التورنت جوه بورت 80. طب ما انا سامحه بورت 80 صح، تسهر بره تطلع بره، يروح مفكوك البورت بتاع 80 ويتحط البورت الحقيقي ان هو بورت التورنت. يبقى برضو كده الكلاينت ضحك على الفاير وول، او الموظف اللي عندي في الشركه ضحك على الفاير وول. صح. فالستيتلس والستيتفول مش هيقدروا يعملوا حاجه في دي. الابلكيشن لاير فاير وول بقى يعمل ايه؟ بيعمل انسبكشن لكل باكت، يعني يفضل يكسر في الصناديق لغايه ما يوصل لقلب الباكت من جوه، يتاكد فعلا انت اتش تي تي بي ولا تورنت. ده بيعمل انسبكشن كمان للاتش بي اس، مش اتش تي بي اس، ده بيعمل انسبكشن للاتش بي اس. تمام. اديك اكزامبل تاني، الفاير وولز اللي احنا اتكلمنا عليها كلها عن طريقها ينفع مثلا ان انا امنع يوزر انه يدخل على اليوتيوب مثلا، امنعه يدخل على يطلع على ستيشن على اليوتيوب؟ لا، مش هعرف. ليه؟ لان اليوتيوب هو السيرفر، ده سيرفرات كتيره جدا يوتيوب، هقعد احط واحد واحد؟ لا. انما الابلكيشن لاير جيت واي ده يبقى انسبكت الباكت، انت رايحه فين، نوعك ايه، عايزه تشوفي الفيديو تبع اليوتيوب؟ لا، دي بلوك. تمام. عن طريق الابلكيشن لاير جيت واي انا ممكن كمان اقول ايه، مثلا ان انا هفتح لهم الفيسبوك بس يلايكوا بس، انما كومنت لا. تمام. يلايكوا بس وكومنت لكن لو جم يفتحوا فيديو او جينا على اليوتيوب مش او على الفيسبوك مش هيعرف. ليه؟ ما كل دي ابلكيشنز بينسبكت الباكت، انت ايه جيم؟ لا خلاص بلوك. انت ايه فيديو؟ لا بلوك. انت ايه لايك؟ ماشي هسمح لك. بينسبكت الباكت، وده طبعا بيعمل لود عالي جدا على البروسيسور والسي بي يو بتاع الفاير وول. عشان كده مش اي ديفايس ينفع ان هو يشتغل كابلكيشن لاير جيت واي فاير وول. تمام. او للدقه حتى ان سيسكو كبرها كراوتر، كبرها ان هي تشتغل سي باك او زون بيست فاير وول. السي باك والزون بيست فاير وول اللي هنتكلم عنهم دلوقتي ان شاء الله، الاثنين واقعين في انهي كاتيجوري؟ ستيت فول، بيكريتو ستيت تيبل، كبيره بتبص على البورت نمبر او على السيشن انيشيتد فروم انسايد ولا لا، لكن ما تقدرش تبص نوع الابلكيشن ده ايه. واضحه كده؟
ده في الاجدد كمان نيكست جينيريشن فاير وول هكلمك عنه ان شاء الله. نخلص بس ده والزوم بيست ونتكلم تاني على الباور بوينت، تروح ماسكينه كده واحده واحده نشوف ايه الحاجات اللي ناقصانا فيه. هنكتشف ان في فاير وولز جديده اسمها نيكست جينيريشن فاير وول. يعني لو فرحانين قوي بالاي اس اي فاير وول، لا ده في الاحدث. زي ما قلت لك التطور في راوتنج والسويتشنج مش بنفس التطور اللي موجود عندنا في السكيورتي، احنا مش ملحقين نذاكر وراه. تمام طيب، فنمسك بقى ازاي احول راوتر سيسكو لفاير وول. عشان احول راوتر سيسكو لفاير وول في عندي طريقتين. طبعا الانواع اللي فاتت دي كلها تعتبر برضو الانواع بالفاير وول، بس حاجه سيمبل. تمام، عشان احوله لفاير وول يا اما سي باك يا اما زون بيست فاير وول. السي باك ده ميزته ايه عن اللي انا شرحته من شويه اللي هو الريفلكسيف؟ ان الترافيك اللي هيبقى لوكالي جنريتد من الراوتر لا سهل ان انا اتحكم فيه، سهل اعمله برميت باب اوبشن هنشوفه دلوقتي باذن الله. مش ان انا عملته بقى ان انا اسمح بترافيك الراجع ولا اللوكال بوليسي، يبقى فكرني اعمل اللوكال بوليسي دي تاني عشان متاكده ان هي شغاله كويس. تمام، لا هو سمارت كويس قوي في الحته دي. تمام، ده غير كمان ان هو بينسبكت الباكت. يعني ايه انسبكت الباكت؟ يعني الباكت دي لو نوعها اف تي بي هيعديها عادي ويسمح بالكونكشن وهو راجع، ويسمح بقى بالفي بي ان اذكى بكتير. بينسبكت الباكت. تمام، فكرته ايه؟ هنعمل اكسس ليست عاديه جدا هتقول فيها ان اي ترافيك، كونفيجريشن سهله قوي فوق ما تتخيل اساسا. هتسمح هتعمل اكسس ليست. تمام، هتسمح بالترافيك اللي جاي من اللين رايح على الوين. تمام، واي ترافيك جاي من الوين داخل على اللين هتعمل له جينوي. اي ترافيك جاي من الوين على اللين هتعمل له ايه؟ جينوي. في هنت بقى هنا لازم تاخد بالك منها، الاكسس ليست اللي هتبقى في اتجاه من الانسايد للاوتسايد ممكن تكون ستاندرد او اكستند، مفيش مشكله. مش شرط، لكن اللي هتيجي من الاوت داخل على الان ماست تكون اكستند. انا عاملها اصلا في الورق كله اكستند اساسا. تمام، بس هنت بس مش اكتر، عشان برضو لو قابلتك في امتحان او حاجه، الاكسس ليست من الانسايد للاوتسايد اللي هتطبق في اتجاه الاوت يعني ممكن ستاندرد او اكستند مفيش مشكله، انما اللي داخله ان دي ماست ان هي تكون اكستند. تمام، طبعا نفس اللاب بتاعنا، قفلت بس الراوترز وشغلناها تاني واي بي هات، وفي كده كونكتيفيتي على الدنيا كلها سواء من لين من الكلاينت للسيرفر او العكس. نلعب بقى، هاجي على الراوتر ونعمل اكسس ليست. اي بي اكسس ليست؟ لا عادي، ستاندرد او نمبر او نيم دي مش فارقه. الفرق في الاكستندد او الستاندرد. طب ما نعملها نيم تبقى مره. حاضر، والله ما نمسى عليك. اي بي اكسس ليست اكستندد ونسميها مثلا ان اوت، ودي هعمل فيها ايه؟ برميت للترافيك اللي جاي من 192.168.0 اللي رايح لمين؟ شبكة 11. عايز تبقى مور سبيسيفيك وهي عايز تقول اني اني مش فارق معايا. تمام؟ كده كده هينسبكت الباكت دي. تمام؟ بعد كده نطلع ونكريت اكسس ليست تانية اسميها اوت ان، هعمل فيها ايه؟ ديناي لمين؟ تي سي بي من دالة، وديناي وتبي اب تو يو برضو مفيش اي مشكلة، وديناي اي سي ام بي. تمام، نطبق بقى الاكسس ليست بتاعتي. الانترفيس اللي رابطني بالوين اف 1 اوفر 0 هقول له اي بي اكسس جروب اللي رقمها او سوري بقى اللي بقى اسمها ان اوت، دي تتطبق في اتجاه اوت هبرميت في اتجاه اوت، والتاني اللي هي اوت ان دي تتطبق في اتجاه الانسايد. تمام، بالمناسبه صحيحه لاين في تي واي عشان بس نتست نو لوجن اي بي اتش تي تي بي سيرفر اي بي اتش تي تي بي سكيور سيرفر.
طبعا لو جيت دلوقتي اساسا تست الاقي كل حاجه واضحه رغم ان انا عامله برميت من الانسايد للاوتسايد بس الترافيك وهو راجع دي نايت كول صح. نبنجي كده على سبيل المثال 11001 هلاقي الدنيا واضحه تمام. نعمل ايه بقى؟ ننسبكت الباكت نفحص الباكت تاني كده. قلتي ليه؟ قلتي لي وهو رايح هيبقى انا سامحه للترافيك في الاتجاه ده لكن في الاتجاه ده مش انا عامله هنا ديناي للتي سي بي واليو دي بي والاي سي ام بي فالترافيك انا سامحت له لكن هو بيرد. طب ما هناك كنا في الابليكيشن كنت عامله ديناي كنت عامله ايفالويت تمام. طيب هنا اتفقنا الطريقه بقى مختلفه. هعمل ايه؟ هعمل حاجه اسمها انسبكشن اي بي انسبكت تمام وتديله اسم للانسبكشن بتاعك اسم للرول دي سي مثلا هقول له في الانسبكت دي برميت عشان الانسبكت اللي انا بعملها الانسبكت رول اللي انا بعملها هطبقها كمان شويه تحت الانترفيس تمام. لو استخدمت الهيلب ادي صفحه الثانيه الثالثه الرابعه 5 6 7 8 8 صفحات من البروتوكولات اللي انت ممكن تعمل لها انسبكشن. انا هانسبكت ايه؟ عايزه مثلا انسبكت التي سي بي تمام. انا هضغط انتر دلوقتي بس ركز في الاوبشن ده عشان كمان شويه هحتاجه ان شاء الله تمام. وانسبكت كمان اليو دي بي وانسبكت كمان اي سي ام بي. انا كده كريت الانسبكشن رول بتاعتي ناقص حاجه واحده بس ايه هي؟ هنزل تحت الانترفيس واطبقها. فهنزل تحت الانترفيس المقابل للوين واقول له اي بي انسبكت الرول بتاعتي اسمها ايه؟ برميت في انهي اتجاه؟ في الاتجاه ده. انت بتنسبكت الباكت في الاتجاه ده وهي داخله بتفحصها يا ترى كانت انيشيتد من اللان ولا لا؟ تمام؟ ماشي اوكي يبقى في اتجاه ايه؟ الان. تعالى بقى كده نتست. يا ده سهل الله في ايه؟ انا اللي عملت انسبكت في الاتجاه الغلط انا اسفه. انا اللي عملت انسبكت غلط وانا كده وقعت في مشكله كبيره قوي على فكره. نقول له اي بي انسبكت الرول بتاعتي اسمها برميت. انا اللي غلط انا بانسبكت في اتجاه اوت بانسبكت في اتجاه اوت انا انسبكت ليه في اتجاه ان؟ الفكره بقى دلوقتي ان لو قلت له شو رانينج انكلود انسبكت موجودين تمام اوكي نتست بقى كده في كونكتيفيتي تمام. لو جيت دلوقتي مثلا اتلنت شغال على 80 كله بقى هتلاقيه شغال تمام. العكس لو جيت اتلنت سوري ابينج مثلا .1.100 unreachable هلاقي كل الترافيك انريتشبل تمام. طب تعالى دلوقتي كده اكلاين من الكلاينت ادريس على 11001 في هنا مشكله بقى. طب احلها ازاي؟ بالظبط تمام. طيب تعالى نشوف الترافيك اللي موجود عندي هنا على الراوتر. لو قلت له بنج على 11001 مش عارفه اوصل. طب اعمل ايه؟ اعملها باللوكال بوليسي ولا اللي احنا قلنا عليه قبل كده؟ لا فاكر من شويه لما قلت لك ركز في الاوبشن الاخراني ده يعني تعالى نجربها تاني كده. لما كنت قلت لك هنا الاول تعالى بقى الغي الاوامر دي نو عشان هنعملها تاني نو يو دي بي نو اي سي ام بي تمام. نكتبهم تاني كده هسمح بالتي سي بي بس لو انا جيت استخدم الهلب لقيت فيه في الاخر كده اوبشن اسمه راوتر ترافيك اوبشن اسمه ايه؟
راوتر ترافيك. ايه راوتر ترافيك ده؟ ده معناه ان انا كمان هانسبكت الترافيك اللي اوريجينيتد فروم ذا راوتر اتسيلف، اللي جنريتد فروم ذا راوتر اتسيلف، اللي طالع من الراوتر. تمام، هعمل الكلام ده على مستوى التي سي بي واليو دي بي والاي سي ام بي. تمام، الاول كده بقى انا اتاكد كده ان فاست 1 اوفر 0 شو رانينج على الانترفيس فاست 1 اوفر 0 اي بي انسبكت. اوبس، راحت فين الرول بتاعتي؟ اللي حصل دلوقتي ان انا دلت الانسبكشن رول، صح؟ اتدلتت من تحت الانترفيس لوحدها من غير ما نعمل حاجه، هي اتدلتت لوحدها. تمام، وبرضو لو نزلت تحت الانترفيس، لو بالمناسبه صحيح لو انا قلت له نو انسبكت وما حددتش النيم، برضو هيدلت كل الانسبكشنز اللي عندي، مش اللي بالنيم ده بس، كله. عشان المفروض الاكسس ليست المعتمده على النيمد ما بتطلبيش لما بلغ اي سطر فيها. ده مش نيمد، ده مش اكس، ده مش اكسس ليست اساسا، ده انسبكشن رول ملوش علاقه بالاكسس ليست، هو بيشتغل مع الاكسس ليست. تمام، فهنزل تاني تحت الانترفيس كده المقابل للوين واقول له اي بي انسبكت، الرول بتاعتي كانت اسمها بيرميت في اتجاه الاوت. تمام، تعالى بقى المره دي كده تيست، لو جيت المره دي ابننج الترافيك اوريجينيتد عادي مفيش اي مشاكل. تمام، تريس بيترس عادي بس فروم ذا راوتر اتسلف. تمام، طب تعالى كده من الكلاينت برضو ده صار عندي مشكله فين؟ في التريس. تمام كده، في اي مشكله في الجزء ده؟ لو انا جيت دلوقتي على الراوتر ده بقى وقلت له شو اي بي انسبكت، في عندي شويه هنا اوبشنز محترمين. سيشنز على سبيل المثال، دي السيشنات دلوقتي اللي اتفتحت عن طريق الراوتر، اللي هي مين؟ جاي من 192.168.100 تمام، رايح على 11.0.0.100، اعتقد دي بتاعه التريس اللي انا حاولت عليه، حاولت بيه. تمام، طب تعالى نبنك كده، لو جيت هنا على الراوتر شو اي بي سيشنز، تمام، نوحة اي سي ام بي، يبقى ده ايه؟ بينج. بينج اللي فاتت دي يو تي بي، دي فعلا بتاعت التريس راوت. تمام، طيب اختفت، واخد بالك ان التايمر هنا اقل بكتير من التايمر اللي كان موجود اصلا في الريفلكسيف، اختفت بسرعه. طب لو انا مثلا فتحت على بورد 80 من الراوتر، ظهر فعلا اهو جاي لي من الكلاينت، طالع من اي بورد راندوم، دخل على مين؟ على السيرفر على بورد 80، والسيشن دلوقتي اوبن. طب لو قفلتها، واخد بالك بتختفي بسرعه ازاي؟ ليه تاني؟ معتمد على الفينش. الاي سي ام بي صحيح ما فيهوش فينش، بس التايمر هنا اقل بكتير. تمام، طيب ايه تاني؟ شو اي بي انسبكت، في عندي هنا كمان لو عايز تعرف معلومات عن السيشن اللي انت عملتها بيرميت او الانسبكشن رول اللي انت عملتها. تمام، انت كنت بتعمل انسبكشن على مين؟ على التي سي بي وعلى اليو دي بي وعلى الاي سي ام بي، وده التايمر بتاع كل واحد، تايم اوت بتاع كل واحد، عشان كده كان بيختفي بسرعه جدا. تمام، طب ايه تاني؟ شو اي بي انسبكشن قول، بس قلتي بصراحه يعني بتصير لي كميه معلومات، بس خلي بالك انت عملتي انسبكشن للترافيك اللي طالع من ار واحد، واللي طالع واللي جاي من الكلاينت، اللي جاي هنا انا عملت انسبكشن في الاتجاه ده اللي طالع من هنا، عشان لما يجي يرد يشوف اساسا السيشن دي انيشيتد فروم انسايد ولا لا. بس في الاول خالص انت كنت عامله من الكلاينت، اللي جاي من الكلاينت، يعني هي الرولز كلها انا كتبتها على ار وان. اكيد مش هكتب رولز على الكلاينت، انا هنا بس سيميليت ان الكلاينت ده راوتر في الواقع هيبقى كاس كمبيوتر عادي. بس كنت من السورس والديستنيشن كنت عاملاهم ايه؟ اني تقصد الاكسس ليست؟ لا انا كنت مور سبيسيفيك، حددت ان ده السورس وده الديستنيشن. تمام، بعد كده لو عملتها اني برضه مفيش مشكله، على بعد كده عملناهم نو عشان نشوف الراوتر. لا ده كان في الانسبكت رول يا احمد،
فرق ما بين الاثنين. بص شو رانينج سيكشن الاكسس ليست تمام، والسيكشن بتاع اي بي انسبكت تمام. فرق ما بين الاثنين، انا عملت اكسس ليست في اتجاه من الان للاوت، سمحت للترافيك كله، حتى استخدمت انت نفسك قلت لي بلاش تي سي بي ويجي بي، انت قلت لي ايه خلينا اي بي وخلاص عشان اسمح بالترافيك كله. في الاتجاه العكسي من الاوت للان عملت ديناي لكله، تي سي بي ويجي بي واس ام بي عملت ديناي لكله. عايز ديناي الاي بي اس اوكي اب تو يو اوكي تمام. بعد كده كريت انسبكشن رول، ده الامر اي بي انسبكت الاسم ده اديت لها اي اس، تي سي بي ويو دي بي واي سي ام بي، هم دول الثلاثه ابلكيشنز او دول الثلاثه بروتوكولز اللي انا عملت لهم انسبكشن. وزي ما هو ده بقى الاوبشن اللي انت بتقول عليه ده اللي انا استخدمته عشان كمان اسمح بترافيك اللي هي جنريتد فروم ذا راوتر اتسلف، واللي طالع في اتجاه بيرميت في الاتجاه ده، في الاتجاه ده بالظبط، في اتجاه اوت تمام تمام. طب ما ده شغال زي الفل، هو كويس قوي صح. امال ايه بقى الزون بيست فايرول النوع الرابع بقى، او سوري النوع الاخراني بقى؟ قال لك اه بس في حاجه بقى، لو انا عندي في الشبكه دي منطقه ثالثه اللي هي دي ام زي، فاكر دي ام زي المنطقه اللي كان بيبقى فيها السيرفرات بتاعتي، هو هينفع؟ مش هيقول لا، بس الكونفيجريشن هتبقى فيري كومبليكيتد مقارنه بالزون بيست فايرول. يعني الزون بيست فايرول معمول اساسا عشان لو انا عندي منطقه دي ام زي في الشبكه بتاعتي الكونفيجريشن هيبقى اسهل بكتير. ليه؟ لانه بيقسم الشبكه لحاجه اسمها زونز، بيقسم الشبكه لحاجه اسمها زونز تمام. ودي بقى اللي هنبدا فيها في الفيديو الجديد بتاع الزون بيست فايرول، نشرح بقى احوال الزون بيست ده ويعني ايه زونز اساسا تمام. ده في اي مشكله؟